في بعض الولايات الأمريكية يعلق رجال الشرطة كاميرات صغيرة على صدورهم احترازا، فلو قال أحدهم أن الشرطي اعتدى عليه يمكن أن يثبت الشرطي براءته بتسجيل الكاميرا، أو لو حصل شيء للشرطي ستوثق الكاميرا وجه مرتكب الجريمة، أو في بعض الأحيان ستسجل حوادث طريفة مع الخارجين عن القانون. لكن ماذا حدث؟ الفيديو الذي شاهدناه مسجل من إحدى هذه الكاميرات لعملية القبض على شاب يدعى جورج على خلفية عدد من التهم التي تشمل الاغتصاب والاختطاف، وتوجهت الشرطة للقبض عليه في غرفة يقيم بها في أحد الفنادق، حيث وصلهم بلاغ من الفندق يفيد بأن المجرم يحتجز إحدى ضحاياه في غرفته. لكن سبب تصدر فيديو عملية القبض مواقع السوشيال ميديا كان هوس المجرم بأفلام الأكشن، أو يبدو من طريقة محاولته للهروب أنه مهووس بأفلام الأكشن، وخاصة بتلك اللقطات التي يقفز فيها البطل من إحدى النوافذ ويحطمها للهروب. وهذا ما فعله جورج، فعندما وصل ضباط شرطة إلى غرفته حاول الهروب عبر الجري بسرعة تجاه نافذة الغرفة والاصطدام بها لتتحطم مثل أفلام الأكشن، ويهرب هو من الطابق السادس، إلى أن جورج ارتد عن الزجاج المقوى وسقط أرضا ليتحول مشهد الأكشن إلى مشهد كوميدي وسط سخرية رجال الشرطة. دعونا نشاهد. انتشر هذا المقطع داخل أمريكا وخارجها لطرفته، وسوء التصرف المجرم وحاز على عدد من التعليقات الطريفة التي سنشارككم بعضها، ونبدأ من مالك. ماذا علق مالك قائلا؟ هو الأخ توم كروز اللي في الفيديو كان عارف أنه حتى لو الإزازة اتكسر كان برضو حيموت لما يقع من الدور السادس ولا لا؟ طبعا كلها باللهجة المصرية المحببة، بتحط نفسك في مواقف بيخة. ذكرني بعادل إمام. ليما قالت الله يرحم أيامك يا رامبو، كان الإزاز يتكسر من نظرة واحدة.